السلام عليكم. يومنا سوي الطبخة محاشي والورق عنب. على طريقتي أنا بالبيت هيك بطبخها، ومشوف نفرجيكم. هاي التوم، راسين توم حطين فوق كيلو رز، هاي نص كيلو لحمة، هون عنا معلقتين دبس بندورة، معلقتين دبس فليفلة، معلقتين معلقة نعناع، فليفلة حمراء، بهار أسود. يا أصدقائي يا صبايا، حلو عم كوارو دولمة تشيكن صارك يا عفريني، كوسة جمهنة بعجوننا، ما كيلو كرز نابكر، ما شوشت فوق شوشت، ما نيف كيلو جوش كري، دكافش دمسي بنادرو، دكافش دمسي ببارو، كافشيك نعناع مازن، كافشيك بباري هور، راش، وكافشيك لحليمين، ودكافش خوي، وزيتي زيتونو، نوكنا مي بتابرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اي مازن كيزونن صبايا، هاي للصبايا، ها اهم شيء اطبخوا وتعلموا الطريقه. هلا بنفضي كاسه زيت زيتون عشان يطلع كثير طعمته طيب. هلا بدنا نفضي شوية مي، هي نص كاسة بتصير عشان الرز. في منو بيحطوا بصل، ما انا ما بحط بصل، هيك عاد بطبخها هيك على هالطريقة. بس سادة بحط التوم، راسين توم، كل فيها توم كتير احسن طيب. هلا هن بيبوزة دكني حارية صار ذوقي خودكي، اي ما نوكمي بيبوزة بطريقة هالشي دكم. هاي اسمها محاشي كردية بيقولوا لها، هيك على طريقة الكردي مساوي. أكتر شي هالعفرين، هلا نفرجيكم شلون. عنا كيلو لحمة جبتها معظم، هلا سما في عادي ما في مشكلة، أنا مرات ما بحطها، بس يعني سما في ما أي مشكلة. هلا في طريقة كمان بالزيت، سادة بالزيت، يعني ما بتخلو لحمة طاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هيك بنعبيها، بنعبيها كاملة. ما بنعبيها كتير، بنعبي نص لهون مشان الرز يستوي. كوسايا بعجونة ببارة وسورمانة، سورمي تشلوي عجارة مدووني أسكي تشيكم، وبعجونة فرجي تركي اي تشوشك تنانا نا كوسا نا بعجون تبزوري دبيني. هون عنا بتركيا كوسايات ما بتلاقي صغار، حتى باذنجان. ودكم شلون بنلف اليبرة، انا هيك طريقة بلفها، بطلع طويلة. شد ورقة مثلا ناعمة صغيرة بتطلع هيك، هيك حطوها هيك، لفوها هيك. بس على الكفوف هيك بتزحلت شوي، مو زيت وهي، بس بالايدين بتطلع لسه احلى. موز كمان هيك كم حباية طيبة تحتهم، تحبوا تحطوا تحبوا ما تحطوا. اول شيء لما عبينا الباذنجان هيك عملنا، اول شيء بنحط باذنجان، هلا بنحط كوسه، هاي المحشي مشكل، حطيت يبرة، حطيت كوسة، حطيت باذنجان، هيك أنا بطبخها. هاي طبخ كردي معنو صورمي دولمي خو تشيكرن معنو تشيكن
ساك ما في طريقه لا فوندان ساك تشوز رافد به لفينا هيك يبرا كتير عم بطلع رفيق وحلو شكله. بسم الله فليفله كمان هيك مزينه. هلا نرش عليها ملح، معلقتين ملح. هلا ما بنحط دبس بندوره وهيك شيء، بعدين بس يستوي نص استواء بنحط نساوي مرقه. غلينا هون مي، مي سخنه مفضيه. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. نشوف شو هلا بنحط الصحن. خلص كريم ما اوفي غير باردو سار ما دكرتش خوي باردوني دكرتش سي كرتش حسب هون زونن وسعنا بنو ما دينو سار امينو تشكي جرون جدين سار ولا بكالي. هنا بستوي هلا هون بنحط معلقة صغيرة الحليمون، ما عندي سماء انا هالشي، صار في سماء بصير كثير طيب. سماء قابي هي هندا سماء جامد تنايا. نعناع نحط معلقة دبس بندورة نضربها على سوا ونفضي ربع ساعة ونطفي عليها استوى. عمينا هنا ربع ساعتين غير ما تطلع بينا. حطينا راس توم كمان دقينا حطينا مع الهي مشان طعمة التوم نكهة طيبة. وهلا بنغطي بنعيف ربع ساعة خلي يغلي بهالمرقة ربع ساعتين بلا بكالة وعم بعملينه وعم بيشواكن ان شاء الله باذن الله يا رب تطلع الطريقة بساويها. كلنا هلا بنشوف بعد الاستواء شو شلون بده يصير. تفضلوا. هاي يوم عشانا ساكن مع بوشكر هونوبي وجربوها وما بتندموا وتاكلوها بالهنا. سجربتوها صحتين وهنا.